الاتحاد المصري، وده يسأل خليني أسأل حضرتك سؤال، هل هناك مساندة من الاتحاد المصري لهذه الأزمة مع النادي الأهلي؟ يعني احنا خلينا في البدايه نقول ان احنا خدنا الاجراءات بتاعتنا، وان احنا ارسلنا بالفعل خطاب للاتحاد المصري لكره القدم بيطلب من الاتحاد المصري انه يراعي الحقوق المشروعه للنادي الاهلي في انه يقدر يلعب البطوله بكامل نجومه وبكامل فريقه، لان ده حق مشروع للنادي الاهلي، وخاصه ان النادي الاهلي بيمثل الكره المصريه والافريقيه في هذه البطوله. وبالفعل ارسلنا خطابات لكل من الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. نعم. مش كده بس، كمان ده كان في لجنه مكلفه من قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره بتضم كل من المهندس خالد مرتجي والكابتن حسام غالي وايضا كابتن سيد عبد الحفيظ، وكان في لقاء ثلاثي كان عبر زوم ميتنج معمول ما بين الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الافريقي. نعم. والاتحاد الدولي، وتم عرض وجهة نظر النادي الاهلي في الحقيقة من خلال اللجنة المكلفة، واحنا في انتظار ردود رسمية من الثلاث جهات، واحنا بنأمل بشكل كبير جدا بان يكون في مساندة قوية من الاتحاد المصري لكرة القدم. ما تردد اليوم ان لجنة الطوارئ بالكاف هي التي ستبحث القضية، وأن هناك حل سيكون موجود خلال الأيام القليلة المقبلة، صحة هذا الكلام؟ يعني في الحقيقة احنا منتظرين طبعا الموضوع يبقى فيه خطابات رسمية أو فيه معلومات رسمية عبر قنوات التواصل الطبيعية اللي موجودة، سواء كان بالبريد الإلكتروني أو باللقاءات ما بين اللجان اللي تم تشكيلها لمتابعة هذا الأمر في الحقيقة. وإحنا في حالة انعقاد يعني دائم من خلال اللجنة اللي كلفها الكابتن محمود، هي بتتابع بشكل مستمر، ولو في اي جديد على طول في دراسه كامله للموقف وسوف يعني نعرضه على كافه وسائل الاعلام ان شاء الله. دكتور سعد، برضو في كلام تردد من 24 ساعه انه بدات في قصه للتنسيق ما بينكم وما بين كارلوس كيروش، طب خد اللي انت محتاجهم قوي وسيب بعض اللعيبه. انا شخصيا شايف انه امر صعب، لكن هل الكلام ده طرح بالفعل؟ لحد دلوقتي الامور دي كلها يعني مجرد اجتهادات، لكن ما عندناش اي حاجه رسميه على التنسيق دوت. واحنا في الحقيقه برضو بناكد تاني على ان احنا عندنا ثقه في ان الاتحاد المصري سوف يضعها موقف النادي الاهلي. النادي الاهلي بيمثل جمهوريه مصر العربيه وبيمثل كره القدم الافريقيه في هذه البطوله، لانها بطوله تتبع الاجنده الدوليه للاتحاد الدولي، ولا بد من تقديم كل مسانده ودعم للنادي الاهلي. البعض بيلمح ان ممكن النادي الاهلي يحتفظ بلاعبته لانه في مهمه قومية، والبعض الآخر بيقول هذا الكلام مستحيل لن يحدث أبدا من النادي الأهلي. هل لو فشلت الحلول فعلا بتفكروا في حاجة زي كده؟ يعني خلينا كابتن أحمد ما نتسابقش الأحداث. نعم. والنادي الأهلي دايما بيساند كل المنتخبات الوطنية، وحضرتك عارف أن كل يعني أغلب لاعبي المنتخبات الوطنية مش بس في كرة القدم، ده في كل الرياضات المختلفة تقريبا بيصل الى 50% من الاتحادات الوطنيه المصريه معظم لاعبتها من النادي الاهلي، ودائما النادي الاهلي مساند لكل المنتخبات الوطنيه، ودي رسالته الكبيره عبر تاريخه اللي النادي الاهلي دايما بيعملها وبيأديها بكل اقتدار. واحنا ان شاء الله باذن الله بننسق مع الاتحاد المصري، ونامل ان شاء الله ان يبقى في تأييد لوجهه نظر النادي الاهلي العادله واللي له حق فيها وفقا للوائح المنظمه لكل البطولات الدوليه. بعد إلغاء معسكر الإمارات كان هناك كلام بيتقال إنه السفر للدوحة هيكون يوم 15، النهاردة أعتقد تم الإعلان رسميا إنه يوم 17 عشان مباراة يوم 22، هل هذا الكلام صح أم خطأ، وما هو الداعي إذا كان تم بالفعل تعديل موعد لقاء المباراة؟ زي ما حضرتك ذكرت كده، بالفعل بناء على الخطاب اللي وصلنا من الاتحاد الافريقي ان المباراه مقامه يوم 22، كان في عندنا مجلس اداره يوم الاربع، ومجلس الاداره بالفعل وافق على ان يكون سفر البعثه بدايه من يوم 17 والعوده يوم 23 بعد انتهاء المباراه بيوم ان شاء الله، ويترأس البعثه الكابتن محمود الخطيب باذن الله. هل هتسافروا على طياره خاصه كالمعتاد للنادي الاهلي، ولا الطيران العادي متوفر بقوه مع قطر، وهل في نية لزيادة عدد أفراد البعثة بحيث أنه كل اللاعبين وكثير من الإداريين يكونوا موجودين؟ في تكليف تم من مجلس الإدارة وبرئاسة الكابتن محمود لشركة الأهلي للخدمات الرياضية بأن هي مكلفة بتجهيزات السفر للفريق، والشركة في الحقيقة مجتمعة منذ هذا التكليف لدراسة أفضل سبل الطيران اللي موجودة، وخصوصا زي ما حضرتك ذكرت ان امكانيات الطيران الموجوده لدوله قطر في الشقيقه في الحقيقه في خطوط على درجه عاليه جدا من الراحه والكفاءه، فاحنا بندرس الموضوع حسب تكاليف السفر
بحيث ان احنا نقدر نوفر افضل سبل الراحه من خلال شركه النادي الاهلي للخدمات الرياضيه. بعيدا عن مباراه السوبر وازمه كاس العالم للانديه، بيتسو موسيماني كلام برضو كتير بيتردد انه الاهلي اقترب بشده من تجديد التعاقد معاه، وان الاجتماع اللي تم بينه مع الكابتن محمود الخطيب والسيد ياسين منصور في حضور كابتن سيد عبد الحفيظ تم وضع كل النقاط على الحروف، لم يبقى الا اعلان التجديد. صحة هذا الكلام يا فندم؟ هو في الحقيقه الاجتماع اللي ضم الكابتن محمود وياسين بيه منصور كرئيس لشركه الاهلي لكره القدم، وايضا ضم المدير الفني بيتسو موسيماني والكابتن سيد عبد الحفيظ، هو اجتماع بياتي في اطار الخطه اللي تم طرحها من قبل شركه الاهلي لكره القدم وتم عرضها على مجلس الاداره في الفتره الماضيه، وان دي بتضمن عمليه الانتقال المرحلي لمهام اداره كره القدم في النادي الاهلي الى الشركه. وفي الحقيقه كان في رغبه من الكابتن محمود في تسريع الاجراءات في الحقيقه، ودي ماشيه وفقا لجدول زمني يمكن احنا ذكرناه عند حضرتك قبل كده، فالاجتماعات بتتم في اطار هذا البرنامج الموضوع. طبعا احنا كان في اجتماعات مرحليه سابقه ضمت الكابتن حسام غالي ايام ما كان موجود في عضويه مجلس اداره الشركه قبل انضمامه لعضويه مجلس اداره النادي الاهلي، والاجتماعات دي تمت مع قطاع الناشئين في كره القدم مع اكاديميات الاهلي لكره القدم، والنهارده بياتي الدور على الفريق الاول، وبالتالي كان لابد من هذا الاجتماع التنسيقي. وايضا الاجتماعات ما زالت مستمره في حضور الكابتن محمود الخطيب ووجود ياسين بن منصور ايضا، وفي حضور مصطفى بي فهمي وايضا الكابتن حسام غالي، باعتبار ان الكابتن حسام غالي دلوقتي اصبح عضو مجلس الاداره. لكن زي ما حضرتك تعلم ان مجلس الاداره الماضي كلف الكابتن حسام غالي بان يكون منسقا بين المشرف العام على كره القدم في النادي الاهلي وهو الكابتن محمود الخطيب، وبين مجلس اداره شركه الاهلي لكره القدم برئاسه ياسين بيه منصور. اذا لا جديد حتى الان في ملف بيتسو موسيماني. يعني في الحقيقه ده موضوع يتعلق بمجلس الاداره وايضا شركه الاهلي لكره القدم، ولما يكون في تفاصيل ان شاء الله سوف يتم اعلانها بشكل واضح وكامل على طيب. بمناسبة كابتن حسام غالي وانتقاله من شركة الكورة إلى مجلس الإدارة، الآن بيتردد بقوة إنه خالد عبد القادر اللي كان مرشح إنه يبعده مجلس الإدارة هو المرشح الأقوى لخلافة حسام غالي في شركة الكورة. يعني ده اختصاص أصيل لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة الأستاذ ياسين منصور، وفي حالة رغبة الشركة في ضم أي من العناصر هي لها مطلق الحرية وفقا للنظام الأساسي للشركة، وبيتم اتخاذ القرارات ويتم عرض ذلك على الجمعية العمومية للنادي لشركة كرة القدم، والممثلة في ثلاثة جهات رئيسية هي مجلس إدارة النادي الأهلي كممثل للنادي الأهلي، أيضا مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وهو أحد أعضاء الجمعية العمومية أو المساهم رقم 2، وأيضا مجلس إدارة المجلة، وهم بيعتمدوا التشكيلات المقدمة من قبل رئيس مجلس الإدارة ومجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم. طيب تبعية إدارتي التعاقدات واللوائح، هل خلاص مع انتقال الأمور لشركة كرة القدم هم اللي هتولوا هذه الأمور، وهل زي ما الكابتن محمود الخطيب طالب أنه التبعية تنتقل في يناير وهم بيطلبوا التأخير شوية، هل هتنتقل في يناير ولا بالفعل هيستجيبوا لطلب الشركة بتأخير نقل كل الملفات لهم؟ هو في الحقيقة احنا شغالين بالفعل على بعض الملفات زي ما حضرتك تفضلت، مشكورا كابتن أحمد، في بعض الملفات الخاصة بالعقود اللي سوف تنتهي مدتها زي عقود الملابس الرياضية تم إسنادها بالفعل إلى الشركة، والشركة تقوم بعملية التفاوض مع الشركات الموردة للملابس اللي هتحمل العلامة التجارية للنادي الأهلي والعلامة التجارية الجديدة، ده بالفعل الملف ده تم إسناده للشركة. هناك أيضا ملفات تتعلق بالأكاديميات الرياضية لكرة القدم تم إسنادها للشركة، وتم التعاقد مع أكاديميات جديدة في دولتين عربيتين سوف تعلن عنهم الشركة في القريب العاجل، ايضا تم اسناد كافه العقود الخاصه بكره القدم الى الشركه وتم استلام نسخ منها، وبالتالي كل العمليات تتم وفقا للجدول الزمني اللي عرضته الشركه الموقره في الحقيقه عرضته على مجلس اداره النادي الاهلي وتم اعتماده من مجلس اداره النادي الاهلي، وكل العمليات تسير وفقا للجدول الزمني. هناك رغبه في تسريع عمليات الانتقال، وهذه الرغبه ايضا تم الاتجاه اليها، وكان الاجتماع الاخير في حضور الكابتن محمود وياسين بيه منصور بيناقش هذه الفكره ايضا، والعمل جاري فيها على قدم وساق في الحقيقه، واعلنت الشركه بالامس ايضا عن البدء في بعض الوظائف الجديده اللي هتبقى موجوده في الشركه زي التسويق الرقمي، محتاجين ناس في التسويق الرقمي، وده بدا يتم الاعلان عنه،
وكل الاجراءات ماشيه في الحقيقه وفقا للجدول الزمني وماشيين فيها بمعدلات يعني مرضيه جدا. زي ما حضرتك ذكرت في البدايه ان الاربع الماضي كان اول اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي، معروف دايما النادي الاهلي بيشكل المكتب التنفيذي بتاعه، هل هيؤخر هذه الخطوه ولا هيبدا بتشكيل مكتب تنفيذي دلوقتي؟ يعني في الحقيقه احنا كان في مجموعه من القرارات اللي اتخذها مجلس الاداره، كان في تفويض للكابتن محمود الخطيب بالاشراف على شؤون كره القدم، تولي شؤون كره القدم في الحقيقه واتخاذ القرارات العاجله، ده كان موجود. كان في بعض القرارات ايضا المتعلقه بتشكيل بعض اللجان، ده تم الانتهاء منه، وخاصه لجنه التخطيط، اضافه ضم الكابتن حسام غالي الى لجنه التخطيط. اما فيما يتعلق بالمكتب التنفيذي احنا في انتظار ان شاء الله، عندنا جلسه في خلال 15 يوم، عندنا امل كبير ان شاء الله في ان يبقى فيها حكم موجود لنتيجه الانتخابات المتعلقه، واعتقد ان احنا ان شاء الله في انتظار هذا القرار باذن الله. الاهلي الموسم الماضي وصل لعقد رعايه ما يقرب من مليار جنيه، والان بدات الاستعدادات للتجديد، هل بداتوا بالفعل التجديد؟ وانا عارف ان حضرتك استاذ في التسويق وكنت بتتولى هذه الملفات في الفتره الماضيه، بداتوا وضع النقاط فوق الحروف واللي بتطمحوا ليه السنه دي قد ايه؟ يعني احنا في الحقيقه عندنا المره اللي فاتت كنا احنا عقد الرعايه في الحقيقه كان بيشمل كل الفرق الرياضيه اللي موجوده في النادي الاهلي، لكن احنا دلوقتي امام وضع جديد في النادي الاهلي، وهو هناك شركه لكره القدم، وانت عارف حضرتك يعني بحكم خبره حضرتك الكبيره في كره القدم، الشركه سوف تتولى الحقوق الخاصه بكره القدم وتحقق هذا الملف بالكامل، سواء كان فيما يتعلق برعايه الفريق الاول لكره القدم سوف تتولاه الشركه، وايضا فيما يتعلق بحقوق البث التلفزيوني لكره القدم. هناك بعض الحاجات الاخرى اللي موجوده اصبحت موجوده تبع النادي لسه ما زالت موجوده في النادي، احنا بدانا نجمع فيها ونشتغل عليها المتعلقة بفرق النشاط الرياضي سواء كانت الفرق الجماعية أو بعض اللعبات الفردية، وده هيبقى مطروح لوحده نتيجة للتغيير الهيكلي اللي حصل في عقود الرعاية وعقود البث وبعض العقود التجارية الأخرى ومنها عقود الملابس الرياضية. زي ما قلت لحضرتك بالفعل الشركة بدأت تتفاوض مع بعض الشركات العالمية فيما يتعلق بملابس الفريق الأول، وده هم شغالين فيه في الحقيقة، وبيحيطوا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود علمًا بيه خطوة بخطوة، في تنسيق كامل ما بين مجلس اداره النادي الاهلي وايضا الشركه، وفي قرار ايضا تم اصداره في المجلس اللي فات ده، وده واحد من القرارات المهمه اللي هو تكليف المهندس خالد مرتجي كامين للصندوق بالتنسيق المالي ما بين شركات النادي الاهلي الاربعه، شركه الاهلي لكره القدم وشركه المنشات الرياضيه وشركه الخدمات الرياضيه وشركه الاهلي للانتاج الاعلامي ومجلس اداره النادي الاهلي من خلال المهندس خالد مرتجي كأمين للصندوق. المبلغ المستهدف كام تقريبا؟ يعني ده هيبقى في عندنا مبلغين مش مبلغ، نعم واحد، نعم عندنا مبلغ يخص شركة كرة القدم، نعم، وهذا هو المبلغ الأكبر يعني الأهلي، نعم، وده احنا طبعا الحاجات دي بقى عندنا دراسات جدوى فيها وبنشتغل عليها، وبالتالي القيم الاسترشادية دي ما بنقدرش نعلن عنها إلا انها بتبقى سرية وتبقى خاصة بمجلس الإدارة. هل هناك اي جديد بالنسبه لاستاد النادي الاهلي؟ في هناك جديد بالنسبه لاستاد الاهلي زي ما عرض الكابتن محمود في مؤتمره عن انجازات الاربع سنوات الماضيه، نعم، وعرض بعض التصميمات الهندسيه بالفعل. هناك جديد فيما يتعلق بحقوق التسميه، هناك مراحل متقدمه في التفاوض على حقوق التسميه وانهاء العقد الخاص بعقود التسميه، اعتقد وده في القريب العاجل سوف تقوم الشركه بالاعلان عنه بعد عرضه على مجلس اداره النادي الاهلي اللي بيمثل الجمعيه العموميه للشركه في الحقيقه. مباراه السوبر وكاس العالم للانديه يعني ما بين قطر والامارات، هل في نيه لتكليف شركه الاهلي للخدمات الرياضيه بتنظيم رحلات لجماهير النادي الاهلي؟ بالفعل زي ما حضرتك ذكرت يا كابتن احمد، بالفعل الشركه اجتمعت يوم الاثنين بمقر النادي بالشيخ زايد بالحقيقه برئاسه الدكتور يحيى راشد رئيس مجلس الاداره، ودرست بالفعل عمليه تنظيم حضور جماهيري سواء كان في ماتش كاس السوبر بالدوحه او بكاس العالم للانديه بدبي بالامارات. في الحقيقه هم بيدرسوا الموضوع ده، وخصوصا مع يعني بدراسه فيها شويه شيء من الحذر خاصه بعد التطورات اللي بتحصل في الجائحه الحاليه، فهم بيدرسوا الموضوع وبشكل جدي جدا يبقى في رحلات للجماهير النادي الاهلي
وخصوصا في دولة قطر ودولة الإمارات العربية الشقيقة إن شاء الله. دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي ومدير عام كل الفروع، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. إذن هشتغل